أكد دكتور محمود براهم سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة البحرين في تصريح خاص لمركز الأخبار، أكد أن احتضان مملكة البحرين للقمة العربية 33 هو دليل واضح على المملكة في الدفع بالعمل العربي المشترك إلى أفق أرحب لما فيه مصلحة الدول العربية. ذر البحريني البحرين نفسها لاحتضان القمة 33، وهي عازمة كل العزم على إنجاح العمل العربي المشترك بما يضمن مواجهة التحديات واغتنام الفرص التي يتيحها السياق الجيوسياسي السائد. مملكة البحرين كثيرا ما عبرت عن اهتمامها بالشأن العربي وساهمت بقدر ما تستطيع في العمل العربي المشترك، واحتضانها للقمة العربية إن شاء الله في شهر ماي هو دليل آخر على رغبتها في الدفع بالعمل العربي إلى أفق أرحب. على الصعيد الاقتصادي مثلا مملكة البحرين ساهمت في دعم الاقتصاد العربي لا سيما انطلاقا من قمة الكويت سنة 2009 التي كانت تهدف إلى دعم الاستثمارات العربية البينية والتجارة البينية وغيرها والانفتاح على الاقتصاد العالمي. كما أن مملكة البحرين أيضا أظن استضافت في سنة 2007 الملتقى الوزاري للمنتدى العربي الصيني، وهو أيضا لبنة من لبنات العمل العربي المشترك، وقد أوفت هذه الدولة الشقيقة بجميع التزاماتها تجاه منظمة التجارة الحرة العربية التي انطلقت سنة 1998. نأمل أن تكون هذه القمة فرصة تستغلها الفواعل العربية لإعادة النظر في عدة مواقف تخص قضايانا المقدسة وتخص تعاوننا البيني، ونأمل ونتطلع إلى أن تكون مخرجات هذه القمة تصب في صالح القضايا العربية